السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة جيمر جيت. اليوم وصلنا الحلقة العاشرة من سلسلة تختيم شادو أوف كولوسس في الرياضة العمالقة. حاليا يعني راح يكون عندنا البوس رقم 12، فخلونا نقول بسم الله وننطلق في هذه الرحلة. طبعا هو يقول أن الوحش هذا في بحيرة، لكن راح نشوف وين مكان تواجده. شكله خلفنا، بس يبغانا ننطلق ونشوف وين راح يكون مكانه بالضبط. انا موقع التحرك، ف طبعا احنا عقب ما ختمنا بخشم خلصنا خلاص، فكنا نرجع للعبة هذه ونكمل فيها عشان نشوف وين فيه بالضبط، عشان نكمل القصة حقتها ونشوف ايش راح يصير في النهاية معها. يعني فخلونا اول ما نوصل عند منطقة البوس راح نكمل. اوكي يلا يلا. اتوقع ان انا وصلت للمكان، هو طريق جاي. شوفوا عندكم هذا السهم حقي، انك تجي طول العمر تمشي من هنا من عند البوس هذا اللي في النص، تعدم عنده وتخش من الغابة وتطلع من الغابة من جهة ثانية، وتبدأ تمشي على حافة الجبل لين ما تجي عند منطقة كذا. يعني يكون الطريق مقفل، تربط في الخيط، تلف حوالين العمود ذاك، تجي تطبها في الماي تسبح لين هنا، فيكون هذا هي منطقة ال اتوقع انها منطقة البوس، لان شكلها كذا واضح ان عليها المرحلة، واضح عليها ان حق البوس واضح عليها شيء ذا. فخلونا الحين نروح الجزيرة اللي قدامنا ذي، لانها اقوى جزيرة لنا. المنطقة دي قدرتها من قبل، انا قبل ما اوصل البوس نفسه، لكن ما سمحوا لي اني اوصل له، لكن انا كنت لما اطب في الماية التيار حق الماية يسحبني بقوة لل اني اطيح، بحيث اني اطيح نفس الشلال يطيحني. فهاي واضح ان دي منطقة بوس، لكن البوس وين فيه ما ادري. فخلنا نشوف، خلنا نروح المنطقة اللي قدامنا ذي، اتوقع انها ممكن يجيني طب من فوق علينا او شيء. نشوف، خلنا نشوف كيف النظام عاد. حلو، ايوه طلع كويس، طلع كويس كويس. الموية ذا تكي يا سلام، من وين بيجي هو؟ ايوه اوه، احنا فوق، احنا كوين فيه ولا كيف؟ ولا والله يوم هذا احنا شيت. لا 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 لا، كيف الحركة حقت الدنق؟ في حركة حقت الدنق، ايوه على طول. يبغى له احيانا ما اتسلق شكلي. ابي اغوص كيف؟ ايوه كذا ما راح يشوفني هو. كويس كويس كويس. الغالب ان الاعداء اللي زي كذا يكون خلفه هو مكان التسلق، كل الاسلحه اللي قابلناهم كلهم من خلف مكان التسلق. اي أيوة والله، شوف كيف؟ حاسس فينا، قام يحركنا. والله يا ثقيل، واضح عليه انه مو ثقيل، والله يا ضخم قوة. طيب لا يا كابتن، نبغى ارفع واحدة. وينها؟ لا يا كلبة،
الزبن حلو. وين ضال على الجهة حقته؟ ما أنا فيه. آه شكل بطنه. أيوة هذه. لا يضربنا هو لو يشوف. كان يقول تعال. عطى. ما عطينا صح. هننزل. الله. لا. غوص 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 غوص. امشي عكسه كذا لانه هو لف حيحاول يحسبنا الحين جينا من جهه ذيك. خلنا نعدل. والحين قاعد يدور علينا مو ملاقينا. ابغى اوصل الخلف بسرعه يا اخي. يلا يلا. وصلنا 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 وصلنا. يلا 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 خلاص وصلنا وصلنا. ايش فينا؟ ايوه وقف يا عمي خلاص وقف. لف لف لف. لف ايوه لف ايوه. لف يا ابني لف. يلا خلاص وصلنا. تعال انا اسف. يلا وقف على هذه. يلا خلك شاطر وقف عليها. الله خل كذا على طول نطلع من خلف. اوكي ولا كسرها الحين. ضربنا مرتين عليها. يبغالي ثانيه غيرها. طيب يبغانا نروح مكان ثاني غيرها. اح اح انا عدي كذا من بين يده وجسمه. ودي على الثانية خلاص عشان نقدر ننهي المسألة. يلا يلا يلا. وشوف دائما المسألة زي كذا يعني هم كلهم فكرتهم كلها غبية بس كيف تقتله هنا هنا صار او كيف توصل له. ترى الوصول له قلق الحالة. فيلم فيلم مو صاحي يعني. سلام. في منطقة هذيك في تنتين وانا كويس. في تنتين مرة حلوات. يلا. عديها عديها عديها. لم بغانا نمشي لين هناك عاد. يلا مشوار
يلا سيجا سيجا سيجا. لا يا كابتن لا. سيجا سيجا. سيدي مجنون سيدي روح روح. سلم. يلا باقي آخر شيء يلا. يضرب ضربة الحين خاصة ذي لين اقع جسمه واعطيه الطعن الاخير وخلاص يخلص. مع السلامة مع السلامة يا ابوي. استريح خلاص. الغريب ان ما عندهم فيزيكس خرافيه، ان اذا دبت تقرا في المويه فوق المويه تطفح، يعني فوق بيكون يطلع دبت وزن في المويه، المويه قاعد تزود يعني المفروض عليه تتغطى الاشياء هذه. بس يلا هم ودهم ان شاء الله يعني سهاله. كأن اللقطة تغيرت. من ذولي من ذا؟ شكله شايب ذا. أخي القريب حسب من ذا طيب منهم. كل ما هذول يكثرون اللي في حواليني. الحين يختفون. عدوك التالي هو ايوه هذا شكله يطير، شكله ثعبان في الهواء شكله كذا مشاحة. طيب اشوف فكرة حلوة نوقف هنا. يعطيكم الف عافية على المتابعة. اللي ما اشترك اشترك وفعل خاصية التنبيه عشان او منزل حلقة جديدة من في ضالع ملغى راح يجيك تنبيه بشي هذا. راح اشوف ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.